الدعم ديالي انا سامي كيجي كيقترب لي بزاف ملي تيكون كيدربوا المهدي باش كياخذ الراي ديالي. علاش؟ لان كنت انا ذاك شحال هادي ملي كان المهدي صغير كنعطيه الراي ديالي وهو دوز له هذا الميساج قال له شتي ماما عندها شي دي رمارك اللي ما عند حتى واحد، لان اولا متسابقه وما كتحشمش كتعطي في الوجه معك، لا هذه خايبه هذه زوينه. دونك سامي باغي ديك الشيء اللي درتو المهدي بغاه نديروه معاه انا. علاش؟ لان تيقول هاد المراه كوميم الا ولدها بطل سيكو وراء كاين الام بون الاب اوسي الله يرحمه توفى مسكين، مي كيثيق فيا لان مهدي وصل. دونك سي نورمال انك تثيق في الام، فهمتي؟ دونك ملي تكونوا جالسين تيقول له اه ماماك شنو رايها ماماك، دونك كيتقترب مني بزاف كنحس به كيبغي ياخذ مني اللي عطيت المهدي. سي نورمال. دونك كاين تبارك الله جوج، كاين نعطيه انا ويعطيه المهدي وان شاء الله يعطيه المغرب ويوصل. كثير شي البنات، انا مع كل اسف كاين بنات اللي هما بنت اختي ما نكذبش على الله، انا اختي طبيبه اسنان بنتها دابا كتقرا طب اسنان اللي كانت غادي تكون بطله كبيره في التنس. انا داك كنت في طنجي كتقول لها كيفاش انا بنتي غادي تمشي باقا صغيره وتمشي للبلدان من المدن دير بطوله ديال التنس. دابا نيت مي شفت هاد المواضيع اللي راه حاضره معنا قالت لك انا خساره، كنت معاك فريمون متفوقه بزاف في التنس. دونك اي ام غدير هكا لوليداتها ما غاديش يوصلوا، ما عمرهم ما يمكن يوصلوا، لان الدور ديال الاباء سي فغي انه يكون هو فيه واحد التفوق مزيان، ولكن الدور الاباء الا ما كانش مع الابناء ديالهم من الاول وساندوهم ودفعوهم عمرهم ما غيوصلوا، عمرنا ما يمكن نكتشفوا ولا نكونوا ابطال عندنا في المغرب الا ما كانش الاباء كيعاونوهم والامهات بيان سور. انا فخوره بزاف بزاف الصراحه بالمراه المغربيه، فن رياضه ثقافه كاين عطاء كثير كاين واحد التفوق، لان المراه تبارك الله المغربيه ولات على الصعيد العربي الصعيد العالمي كيفتخروا بنا الحمد لله. والله كسوا كاين تبارك الله كثير، دونك كتشرفنا بزاف المراه المغربيه. دونك ملي كيهضروا عليا انايا تيقول لي شي وحده اه سميره بناني حنا عندنا عزيزه كتشرفينا، تنقول المغرب والمغربيات بزاف كيشرفونا. انا براسي كنشرف ملي كنشوف المراه المغربيه واصله، شي مراه مغربيه اللي كتكون حاضنه على وليداتها ومربيه صالحه في بيتها الزوج ديالها مع الاطفال ديالها، وكتكون مثلا طبيب بيلوت دافيون، حتى هذيك راه تبارك الله مرأة عظيمة. دونك المرأة المغربية كاين تبارك الله فيها واحد حسن العطاء، حسن العطاء الحمد لله من عند الله. نقول لهم الله يرحم بها الوالدين، معك بلا بهم ما كناش نوصلوا، لأن دوزنا مراحل كبيرة وخايبة في حياتنا، دوزنا دي هو ودي با بحال أي واحد، دوزنا شي مراحل اللي المهدي كان يمكن له يلعب غير مرة كورس واحد في العام لان ما كانش دعم، دوزنا مراحل اننا فقدنا الاب ديال المهدي اللي المهدي ما قواش انه يفارقه وقال لك انا غنحبس لا كارير ديالي وتفادى هذا الشيء. دوزت انني قلت صافي الحياه انتهت، الزوج ديالي 35 عام ما بقات لي حياه انايا صافي غنحبس كل شيء. دونك هذا الشيء كله بوجود الناس بوجود لي زابيل بوجود صحافه بوجود رياضيين بوجود بزاف. انا بعداك محبه في سلطانه، هذه ما بين قوسين سلطانه عندي عزيزه وكنتابعها بزاف، حتى هي عطاتني بزاف ديال المواضيع اللي كنشوفهم انا بصراحه في فيسبوك اللي كيفيقونا مواضيع زويونين وكينميو العقل. تتقول مع راسك شنو غنبقى انا جالسه كندير في الدار، نوض نلبس سبور نلبس عيد السبور ديالي ونخرج نجري نخرج ندير اللي بغيت. دونك سا سي تري امبورطون ان يكون حضور ديال الناس اللي كتلاقاهم في الزنقه وتيقول لك سميره بناني حنا كنحبوك اجي ناخذ معك صوره، هذا كله دعم، دعم ماشي ماده، كتكون دعم معنوي. اللهم لك الحمد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.